يسعد مساكم من جديد مشاهدينا، وحياكم الله معانا في موضوع وايد حلو ومهم يتكلم عن التقاعد المبكر لدى الشباب. يعد هذا الموضوع طبعا هام ومثير للجدل، الكثير من التساؤلات والاهتمام في الوقت الحاضر حول هذا الموضوع. يمكن أن يكون للتقاعد المبكر فوائد، ويمكن يكون له سلبيات وتحديات تواجه الفرد اللي ياخذ هذا القرار، لكن بنتطرق اكثر لهذا الموضوع مع ضيفنا في الاستديو الاستاذ علي اليماحي، وهو مستشار في الموارد البشريه وجوده الحياه. يا اهلا ومرحبا بك يا استاذ. يا مرحبا بكم، حياك الله ويانا. حابين نعرف استاذ علي، برايك شو السبب اللي يقود الشباب الى هذا القرار التقاعد المبكر؟ ما هي اهم اسبابه؟ في اسباب كثيره طبعا. اليوم الشباب خاصه الجيل الجديد يفكر وايد في عملية أني أنا بستمتع بوقتي، يعني أقضي وقت أكثر مع نفسي، أكون عندي وقت زيادة أني أنا أسافر، أتمشى، أرتب حياتي. وفي سبب ثاني اللي هو ساعات يكون متضايق من بيئة العمل اللي هو فيها. يعني هاي السلبية أن ساعات يكون عندك إدارة مثلا سيئة، زملاء ممكن ساعات يعني يأذونك مثلا من ناحية، يعني يضايقونك في العمل، فتفكر دائما في عملية أنك أنت تكون بعيد عنهم، فتفكر في التقاعد. خاصة التقاعد المبكر لأنه في ضمان اللي عندك دخل بدل ما أنك تستقيل استقالة مباشرة. يعني ذكرت أنا يمكن قبل الفاصل مع زميلتي ديالة أن سألتها فكرتي في التقاعد المبكر، قالت لي لا أنا ما جاوبت. ما أقول لك يعني ما يخطر على بالي في بعض المواقف أو المواقع اللي أنت يمكن ذكرتها توك، مثلا أن الواحد يحس نفسه استقل أكثر، يمكن عنده يعني مشاريع في حياته الخاصة، حاب إنه يتفرغ لها أكثر، حاب إنه يعطيها أكثر من وقته، فما يقدر يعني يجمع ما بينهم ويوازن بينهم. نعم. فيكون استقل نوعا ما وحاب إنه يدخل في مرحلة جديدة في حياته. صحيح. فأحد الفوائد هي هذا. هل هناك فوائد أخرى أيضا غير أيضا السلبيات اللي ذكرتها أستاذ علي؟ بالنسبة للتقاعد المبكر أكيد يعني إنك أنت يعني تقضي وقت أكثر في حياتك تستمتع فيها. بعض الناس مثل ما ذكرت يكون عنده ساعات عندك مشاريع، هذه المشاريع يعني تحتاج إلى إدارة. نحن أنا جربت مثلا نوع البزنس، اشتغلت فيه أكثر من نوع، الحقيقة لو أنك ما توقف عليه بروحك صعب أنه ينجح، إلا أنك تجيب لك واحد يكون بمثابة الشخص البديل عنك. فحاجتك لهذا الشيء ممكن الواحد يفكر فيه التقاعد المبكر، ويكون دائما يعني قادر على أنه يمارس حياته الجديدة، الحياة الاقتصادية أو البزنس يعني كرجل أعمال، في بدون ما يكون هناك ضغوط العمل. خاصة أن كثير من الأمور خاصة العلاقات العامة تبدأ مع الشركات ومع الجهات الحكومية ومع المستثمرين الآخرين، تكون الفترة الصباحية هي أنسب وقت حق الشغل هذا. نعم. فيأخذ جزء من وقت كبير من طاقتك وجهدك، وعلاوة على أن كثير من الناس ما يقدر يركز في شيئين في نفس الوقت. حقيقي. يعني يقول لك والله أنا ما أقدر أركز بين في وظيفتي وأعطي وظيفتي حقها. صحيح. وأعطي البزنس مالي أو الشغل اللي أنا قايم عليه طاقة أكثر أو مثلا إنتاجية أكثر، فتوجه للتقاعد المبكر خاصة إذا مضى على مشروعه أكثر عن فترة 3 سنين وهو قائم عليه، فحن وقت التطوير لأن المشاريع لها وقت معين تبدأ محتاجة اهتمام، ويعني الواحد يعطيها من وقته، من ثم عملية التوسع هذه هي الانطلاقة، تكون دائما تحتاج إلى نوع من التفرغ التام لهذه الأعمال. زين، نحن اليوم بنحط قدامنا نموذج مريم الشيباني على أساس أنها هي يعني حاطة في بالها هذا الموضوع التقاعد المبكر، بس هي عندها مسألة الموازنة ما بين الوقت، هي يمكن هاي أحد أهم الأسباب. صحيح. إنها تبغي توازن بس مو بقادرة. إذن شو بالنسبة للاستقرار المالي، هل قرار التقاعد المبكر عند الشباب ممكن يأثر على الاستقرار المالي؟ بلا شك، أي واحد بيتقاعد راح ينزل من راتبه 80-50-40 حسب النسب اللي حسب القواعد أو بالنسبة للرواتب الموجودة. فاليوم أنت عملية اختيار أو اتخاذ القرار بالتقاعد أكيد له سلبيات. يعني ما أدري يعني هل الواحد نفس مريم فكرتي قبل ما تقاعدين شو النتائج اللي بتكون عليك مثلا مترتبة، نتائج مالية، نتائج الوقت وغيره؟ جيت عند الجواب سؤال وعندك الجواب، ترى ليش لين الحين أداوم؟ يعني فكرت فيها وحسبتها، يعني حسبت إن وقتك إن ممكن تعطين وقت عمرك وقت أكثر في إنك تستمرين
في الوظيفة؟ وبعدني مستمتعة شوية في وظيفتي، يعني مستمتعة عندي هذا الشغف، لأن وظيفتنا تعتمد على حب الشيء والشغف، فيها إبداع. لكن إن شاء الله حاليا في فريق عندنا متولي الأمور، عقب إذا عاد صكت السالفة خلاص يعني لازم نحن نترك كل شيء. أنا أقول أنا وجهة نظري يعني أن الإنسان يستمر في عمله. نعم. يعني في حالة إمكانيتك أنك أنت يكون عندك شخص يقدر أنه يحل مكانك ويدير أمورك ويكون مندوب معاك، يعني يتواصل معاك وفي مرونة. اليوم الحمد لله رب العالمين يعني كثير من الأعمال ما تطلب أنك أنت تكون موجود مباشرة عن طريق الأونلاين، مثلا ممكن تدير كذا شيء، توقيع بعض العقود، إرسال. اليوم الواتساب أصبح صراحة منصة أعمال يعني قاعدين يطورونها بشكل سريع جدا، يعني نتواكب مع عملية إرسال النماذج واستقبالها، توقيع، الدفع، كلها يعني الأمور قاعدة تتحسن أحسن وأحسن يعني. فأنصح تريي شوية لما تشوفين بيئة العمل يعني. أنا في السليم أكيد 100%. في السليم لين حين، بس هي تفكر في الموضوع، أنا ما أعرف وين بتوصل، أتمنى ما تأخذين القرار. بس حبد يالا وياي. أنا متمسكة في وظيفتي، أحبها وأباها. بس بالنسبة لتمريم أو بالنسبة لي طبعا أصحاب مثل هؤلاء القرار، يعني الشباب اللي يأخذون هذا القرار، هل بيأثر كذلك على يعني الضمان الاجتماعي اللي ممكن يحصلون عليه؟ طبعا الوظيفة توفر لك الكثير من الضمانات. صحيح. ماذا بالنسبة للي بيتقاعدون؟ أنا دوم أقول يعني هي أصبح موضوع التقاعد حقيقة يعني تبنت حركات كثيرة، خاصة بعد كورونا. الناس قامت تضايج، قامت تشوف أن الأفضل أني أنا مثلا أشتغل فترة معينة. وهذا القاعدة اللي أنا بتكلم فيها شوية، أن كثير من الناس أصبح عنده أصرف أقل مقابل أني أوفر أكثر. يعني يقولك حتى أوصل ل 30% من راتبي للسنوات من صرفي 30% من صرفي، يعني بمعنى اني اصرف مثلا مبلغ معين اضعافه وعقب اخذ قرار التقاعد. فانا قاعد في اللحظه هاي قاعد شو اسوي؟ قاعد اني انا اصرف اقل 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 شيء اقل شيء ممكن اني اصرفه. ما استمتعت حياتي، انا بشتغل سنة تقاعد مبكر كم؟ 40 سنه 45 سنه. انت شو سويت في حياتك؟ يعني اليوم تضغط على عمرك خلال الفتره هذه، ما استمتعت فيها، ما كان عندك اي نوع من المتعه الحقيقيه في الحياه. في نفس الوقت المال اذا لم يستثمر يفقد قيمته. اليوم التضخم معروف، يعني اي مبلغ يعني كان قبل 5 سنوات كان عندك 5000 كم تساوي؟ ممكن تسوي فيها اشياء وايد. اليوم 5000 ما تسوي لك شيء. ما بالك المبالغ الاكبر عن كذا. الحين قسم مبلغ صغير حسب تعرف بس المفارقات بين هذا وذاك. بالنسبه لموضوع تاثر على الانظمه، اكيد يعني هناك تشريعات يعني ما وضعت الا لحمايتك انت. يعني الضمان الاجتماعي هو ضمان بقائك على انك تنفق وتعيش حياتك بعد ما بعد التقاعد. فاكيد لما تتقاعد مبكر راح ياثر على استقطاعاتك وحياتك بشكل مستمر. احنا الحين يعني نتكلم عن انا اسميه كونسبت حديث، يعني خصوصا ان قبل نسمع عن التقاعد ما صحيح. في وراها كلمه المبكر. الواحد بعد سنوات عمل طويله جدا تفوق 30 إلى 40 سنة يفكر انه يتقاعد، وهذا هو البديهي. صحيح. الحين احنا نتكلم عن كونسبت جديد يعني يطرح نفسه على السطح في حياتنا، اللي هو التقاعد المبكر للشباب. للشباب. احنا نقول للشباب. واكيد هي بما انه هذا كونسبت في الكثير منهم ياخذه ويستفيد منه ويقدر يطبقه. فمش معناته اذا هو لجأ لهذا النوع من التقاعد انه هو مثلا خلنا نقول ما بناخذها سلبيه، ما بنا طفران في شغله ولا في عمله. مثل ما انا ذكرت عنده يمكن شغلات تجاريه، مشاريع يبغى يركز عليها اكثر، استقل اكثر ماديا، يبغى يستانس في حياته اكثر. جميل. ما يبغى هالالتزامات. جميل. هل هناك انظمه معينه تدعم هذا النوع من التقاعد المبكر للشباب؟ أكيد يعني اليوم إحنا نقول في تشريعات قاعدة تضمن أنك تقاعد مبكر. لكن حتى هذا في عمر معين. يعني توصل العمر هذا أنت ضمن ضمان اجتماعي قادر على أن يوفر لك حياة كريمة. لكن أنا بقول للشخص اللي عنده بزنس اليوم، أنت موين تصرف على مشروعك حقيقة؟ لما بديت مشروعك كيف بديته؟ بديته بالراتب أو الوظيفة اللي كنت فيها. فهاي سببت لك نوع من الفائدة المالية عنده. فاليوم لما تطلع على البزنس نفسه، أنت عارف مطبات اللي لسه عندك في البزنس، هل عندك فعلا يعني مقومات البزنس الناجح؟ اليوم نحن نتكلم عن لو تتابعون حتى الكثير من المشاريع بعد كم سنة تفقد ضوءها وتبقى طلب عليها. فلازم تكون في حالة تطور مستمر. من وين بتي بتطور المستمر هذا؟ من وين بتي بتدخل عسب أنك تطور؟ يعني أدرس الحالة جيدا. وأنا قبل يقول لك إذا المشروع استمر معك يعني خمس سنوات وكان عنده دخل يعني مستقر ثابت
لمدة 3 أو 5 سنوات هني ممكن انك تستغنى عنه. لكن انا اقول اليوم بما انك وظيفتك زينه ووظيفتك قاعده انك تعطيك الوقت والمساحه انك انت تاخذ الامر هذا بيكون وايد زين. اليوم عندنا حتى من انظمه العمل يقول لك الدوام الجزئي، ليش ما تقدم على الدوام الجزئي؟ يساعدك على انك توازن بين شغلك وبين وظيفتك. يعني في شغلك اللي هو شغلك البزنس وكذلك الوظيفه انت شغال فيها. ففي انظمه تساعدك اليوم، الامارات مرنه جدا في قوانينها وتشريعاتها. خذ جرب لك سنه ومن من من كذلك من الانظمه كذلك اللي هي عمليه التفرغ لمده سنه لاجراء لاداره مشاريعك الخاصه. انت ممكن اليوم تاخذ هذا القرار وتمشي فيه، تقدم عليه وتمشي في البروسيس الى ان تحصل النتيجه المطلوبه منها. لكن في نفس الوقت ادرس جيدا، هي مش مساله انا والله باخذ قرار اليوم عسب اني اطلع، لا. خذ قرار مدروس، خذ قرار قابل للتطبيق مع يتوافق مع حياتك، متطلباتك. بيروح عنك مثلا ممكن نص الراتب، هل انت مستعد تفقد نص الراتب؟ ترى نص الراتب هاك تحطه في مشروع مثلا قبل اليوم، هل بيعوضك الوقت هذا انت فيه ولا لا؟ فلازم تدرس دراسه يعني مكتمله ولها يعني معايير معينه تتناسب مع احتياجاتي. ما اقدر اخذ قرار اليوم وانا في يعني صحيح. والله انا هبه الشباب على قولتهم الحين اللي هي فاير سمعتوا عنها، اللي هي فاينانس اندبندنس عقب ريتاير ايزلي او ايرلي. فانت عندك تقاعد مبكر مقابل انك قاعد تضغط عمرك ماديا، هل انت تتحمل اليوم الضغط المادي؟ انا اشوف يعني مع كميه الصرف اللي قاعده تصير عندنا نحن اليوم على مستوى الشباب بشكل عام والعوائل الموجوده حتى في كل العالم، انا ما اتكلم عن مكان معين، ما اتوقع ان في انسان يعني يعني بيضغط عمره وهو يصرف المينيمم اللي هو كان احنا نقول احنا يستبخل على عمره لين ما يوصل العمر هذا. ثاني شيء والشيء هذا بديهي، ما حد ضامن عمره، يعني اليوم اذا انت ما استمتعت بالاشياء اللي عندك وانت بتستمتع فيها. فافضل حل انك انت تبدا تستثمر صح، توزع اموالك صح، تنفقها صح، حسب تحصل نتيجه ومردود طيب في المستقبل. صحيح. الحين جوبتك حيرتني، انت مع وضد بنفس الوقت، ولكن طبعا لك وجهه نظر وانت مستشار واستشاري في جوده الحياه، لكن ابغى الفت النظر كذلك الشيء استاذ علي، ان الشاب اللي بياخذ هذا القرار لازم يفكر ترى هو مو عنده بس مشروع واحد. صحيح. هو عنده مشروعين، وبعد كذلك بيكون رب اسره. صحيح. او مسؤول. صحيح. عن اسره. صحيح. يعني مرحله الشباب هاي فيها الكثير من الصرف. صحيح. انت فكر في اسرتك كمشروع، فكر ايضا في مشروعك العملي. صحيح. يعني اذا كنت قادر انك تصرف على المشروعين يمكن بعد ذلك تقدر تاخذ هذا القرار. حتى بعد في اجراءات قبلها، طبعا احنا ما نعطي قرار لشخص واحد، احنا نقول دائما كل شخص له معيار معين. يعني ما ينطبق عليه لا ينطبق على حد ثاني. صحيح. واللي ينطبق على الشخص الثاني ما ينطبق على الشخص الثالث، هاي طبيعي. يعني ما نقدر نقول حق الواحد والله اطلع اتقاعد وهو ما يقدر، ونقول حق الثاني تم في وظيفتك واحنا نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد يدخل اموال كثيره. يعني ساعات وظيفته توقفه عن انه مثلا يستمر في النجاحات. لكن بنقول شيء، نعم، اليوم على اساس انك انت تاخذ قرار صح، اول شيء جرب. اليوم انت راتبك مثلا 100% منه، كم تستثمر فيه؟ الناس يقولوا مثلا استثمر 10 او 20% من الاستثمار، لكن لو انت قادر على انك انت تستثمر اكثر من هذا، ليش ما تستثمر نص راتبك لفتره معينه وعقب تشوف عمرك معاه؟ يعني لازم تبدا يكون عندك خطه تشتغل عليها وليس قرار عشوائي. والخطه ما بتكون مثلا عشوائيه، والله انا قعدت اليوم والله انا بستثمر في مكان معين، شفت دخلي تو بادي يلا يلا عادي شرد بطلع من وظيفه وعقب اتوهق. يعني ادرس حتى المخاطر. نعم. المحتمل الفرضيه. نعم. كل شيء. كل شيء. وها طبعا ما بتكون، طبعا ما في 100% حتى وانت تدرس المخاطر هناك نسبه من المخاطره غير مدروسه. يعني طبيعي ما بتقدر تاخذ عليها قرار، فلا بد انك تقعد مع مستشار متخصص في عمليه الاستثمارات وتقعد معاه وتاخذ قرارات معينه مبنيه فعلا على نتائج حقيقيه تشوفها قدامك. صحيح. لان بدون هالقرارات ما راح تاخذ. نحن اليوم نتكلم عن معايير، اليوم احنا نضغط ارقام، الارقام هاي وايد تحدك. ارقام هاي، هل هالارقام هاي مثلا تساعدك على اتخاذ قرار معين ولا لا؟ اليوم حتى في الذكاء الاصطناعي اي مشروع بتسوي له ممكن تسوي في الذكاء الاصطناعي يعطيك بعض المؤشرات اللي حواليك. صحيح. فانت تقدر من ناحيه او اخرى تاخذ فكره معينه، لكن ما تطمنها لين ما تبدا تجرب. نحن قلنا في يعني دائما نقول الانسان في التخطيط رقم واحد، خطط على راحتك. يوم بدي تنفذ تشوف البزنس لا وين يبغى له شغله، يبغى له عباده، توقف. لان
الواقع غير عن غير عن, عن غير عن انك انت تبي بس تقول والله مثلا انا قاعد اشتغل وراي مبشر كلهم غيروا ما حد بيتقاعد. والله شوفي انا انصح باتباع الانظمه الموجوده لضمان انك انت تقدر تحصل المستوى المعيشي المناسب لك ما بعد التقاعد 100%. وايضا لضمان جوده الحياه والحياة السعيدة والخالية من الضغوطات. نحن حقيقة حابين نستكمل أكثر وناخذ في الحديث معك الأستاذ علي اليماحي مستشار الموارد البشرية وجودة الحياة، ونتمنى يأخذون بهذه النصائح والتعليمات بخصوص إذا كانوا يبون ومقررين ومقبلين على موضوع التقاعد المبكر. شكرا لك على وجودك اليوم معنا. الله يحفظكم، مشكورا على الضيافة هذه، وإن شاء الله نكون فدناكم وفدنا المجتمع بهذه إن شاء الله. بعد مقبلة على القرار؟ طبعا، لان غيرتي رايك خلاص الحين انا عنده عقب الحلقه عنده ولا عند ولا عند الذكاء الاصطناعي بتسيرين لا عنده الاستشاره. الله يحفظك.